السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم صديقاتي أصدقائي متتبعي قناة ليلى للدعم المدرسي لو فرونسي براتيك للسنة السادسة من التعليم الابتدائي غوميدياسيون اي كونسوليداسيون لا باج 173 174. La cinquième semaine, remédiation et consolidation. L'objectif de le cours de l'aujourd'hui est d'informer sur un phénomène, يعني نعطيو معلومات على واحد الظاهرة situé dans le temps et dans l'espace. أننا نحدو في الزمان والمكان se repérer dans un texte informatif, يعني أننا نتموقعو في نص دو طابع إعلامي ولا دو طابع معلوماتي. الدوكيومون ديالنا عبارة عن فيديو لي لا دوغي ديالو 2 دقائق و37 ثانية. غادي تلقاو الرابط ديالو إن شاء الله في صندوق الوصف. كومونيكاسيون إي أكت دو لونغاج ديكوفري أون 3D أ كوا غوسومبلوغون لي زوتوغوت دو دومان. نكتشفو بأبعاد ثلاثية كيف ستبدو الطرق السريعه اللي هما لي زوتوغوت في المستقبل. غادي ندوزو ديريكتومون لي كيسيون ديال جو ميفالو. لا بروميير كيسيون اون كيل اني بريفوا طون لا ميز اون بلاس دي زوتوغوت دو دومان. في اي عام من المتوقع ان يتم انشاء هالطرق السريعه في المستقبل؟ لا ميز اون بلاس دي زوتوغوت دو دومان دون 3 ans en Allemagne. يعني غادي تكون من دابا 3 سنين في المانيا. Ont-elles des avantages lesquels? واش عندها شي ايجابيات؟ شنو هما؟ Ce système, هاد السيستم اللي غادي يديرو ديال لي زوتوغوت présentera deux avantages. عندو جوج ديال لي زافونتاج، جوج المميزات، à savoir la sécurité. L'avantage الاول هو الامان. Les panneaux étant inclinés et évacuant la pluie, la neige ou encore les verglas sur les côtés de la route. هاد الالواح غادي تكون مائله وغادي تحيد لنا المطر والثلج اولا الجليد على جوانب الطريق. لوطخ افونتاج المميز الثاني سوغا ايكولوجيك، غادي يكون بيئي. بويسك افيك سي بانو سولير بوغون فورنير ان تيير دو لا كونسوماسيون انويل دي 83 مليون دابيتون. المميز الثاني قلنا غادي يكون بيئي لانه مع هاد الالواح الشمسيه غادي نكونوا قادرين على توفير الثلث ديال الاستهلاك السنوي 83 مليون نسمة. غادي ندوزو لا ترويزيام كيسيون. كومبليت لو طابلو اون كوشون لا بون كاز اتون جوستيفيون تا ريبونس ا بارتير دو تيكست. عندنا 4 فراز غادي نقولو سي سي فراز سون فري ولا فوس وغادي نقولو لا جوستيفيكاسيون ديالنا. سيت اكسبيريمونطاسيون سورا موني دون 2 ans en France. يعني هاد التجربة غادي تكون في فرنسا خلال عامين. سي فو. لا جوستيفيكاسيون درتها لكم الفوق لان ما غاديش تقدني هنايا لا كاز بور جوستيفيي. دونك لا جوستيفيكاسيون ديال الجمله الاولى دون 3 ans من هنا 3 سنين اون الماني، يعني التجربه غادي تكون ماشي من هنا عامين، من هنا 3 ans وماشي في فرنسا، غادي تكون في المانيا. اون اكسبيريمونطاسيون فيزرا ا كوفرير توت لي زوتوغوت دو بانو سولير. تجربة تهدف إلى تغطية غادي يغطي جميع الطرق السريعة بألواح شمسية. لا دوزيام فراز il faut couvrir tous les autoroutes avec des panneaux solaires opaques. قالوا لنا غادي يغطيو جميع الطرق السريعة بألواح شمسية غير شفافة. opaque هي غير شفافة. c'est faux. إلى رجعنا لا فيديو ديالنا il ne s'agira pas de panneaux solaires classiques اللي هي opaque comme actuellement. يعني قالوا لنا ما غاديش تكون الألواح الشمسية التقليدية اللي هي معتامة كما في الوقت الحاضر. يعني في الوقت الحاضر الألواح الشمسية اللي كنشوفو غير شفافة، مي ولكن غادي تكون ترونسبارون بور ليسي لا لوميير اي نو با جيني لا فيزيبيليتي دي كوندكتور. غادي تكون شفافة للسماح بمرور الضوء باش ما يعيقوش الرؤية ديال السائقين. تري بيان. غادي ندوزو لا ترويزيام فراز. قالوا لنا لي 13000 كيلومتر d'autoroute équipée en Allemagne pourront fournir 1 sur 3 de la consommation annuelle. C'est vrai. Ou la justification, maintenant, la vidéo, les 13000 kilomètres d'autoroute équipée en Allemagne pourront fournir un tiers ou 1 على 3 de la consommation annuelle. بالنسبة للجملة الرابعة, pour que le véhicule électrique se charge en roulant,
il faut qu'elle soit compatible avec les voies électromagnétiques. قالوا لنا باش السيارة الكهربائية غادي تشارجا وهي ماشية في الطريق، il faut qu'elle soit compatible، خاصها تكون متوافقة مع المسارات الكهرومغناطيسية. سي فغي، ولا جوستيفيكاسيون التعليل، cela sera possible à condition de disposer d'un véhicule électrique compatible avec les voies de la route qui seront électromagnétiques. قالوا لنا هذا غادي يكون ممكن ولكن بشرط هو توفروا على سياره كهربائيه تكون متوافقه مع ممرات الطريق واللي غادي تكون هذه الممرات كهرومغناطيسيه. تري بيان، غادي ندوزو جو كونسوليد ميزاكي. لا بروميير كيستيون، quel est à ton avis la motivation qui a poussé les scientifiques à métamorphoser, à changer les autoroutes pour les rendre écologiques? قالوا لنا شنو هو الدافع اللي دفع العلماء باش يحولوا لنا الطريق السريعه وغادي يردوها بيئيه اكثر. À mon avis، في الراي ديالي، la motivation qui a poussé les scientifiques à changer les autoroutes pour les rendre écologiques، شنو هي؟ قلنا في الرأي ديالي الدافع اللي دفع العلماء باش يغيروا ويجعلوها بيئية، شنو هي لا موتيفاسيون؟ اي لا بوليسيون دو لير، لا ديغراداسيون دو لا كوش دوزون دو لاتموسفير، اي ليبويزمون دي زينيرجي نو رونوفلابل. يعني هو التلوث ديال الهواء، تدهور ديال طبقات الاوزون في الغلاف الجوي، واستنفاد الطاقات الغير متجددة. يعني الطاقات الغير متجددة راه ما كتجددناش، دونك خاصنا نقلبوا على حل اخر. بالنسبه لا دوزيام كيسيون، بونستو كونت اون ا بوزوان دون نوتر باي، واش كتعتقد باللي حنا غادي نكونوا بحاجه لهاد لي زوتوغوت تاع حنايا اللي هما ايكولوجيك في الدوله ديالنا؟ لا ميزون بلاس دو سو سيستيم فا اتر بينيفيك بور نوتر باي كار سي بوكو موان بوليون اي نا با ديفي نيجاتيف سور لانفيرونمون. يعني التطبيق ديال هذا النظام غادي يكون مفيد للبلد ديالنا لانه اقل تلويث وما عندوش تأثير سلبي على البيئة. تري بيان، غادي ندوزو لا تخوازيام كيستيون. فورمول دي زيبوتيز سور لي بروبليم دو لا في كوتيديان كيل بوغي ريزودغ. غادي نقولو حنا فرضيات حول المشاكل اليومية اللي غادي يمكن لهاد السيستيم أنه يحلها. لي بروبليم دو لا في كوتيديان كيل بوغي ريزودغ، لي زاكسيدون دو لا روت أكوز دو لا روت مويي، يعني هما حوادث الطريق بسبب الطرق المبتله لانهم غادي يغطيو لنا لي زوتوغوت بار لي بانو سولير، دونك الشتا ولا الثلج ولا هذا ما غاديش يبقى يفزق لينا الطريق. لو بوزوان دو ساريتي ا لا ستاسيون سيرفيس، يعني ما يبقاش ما غاديش يكون عندنا مشكل ديال انك خاصك توقف باش دير الغازوال ولا باش تشارجي طوموبيل، غادي تكون كتشارجا اوتوماتيكمون انت ماشي في الطريق. L'insuffisance du pétrole pour satisfaire les besoins des consommateurs. يعني في المستقبل ما غاديش يبقى عندنا البترول باش نساتيسفيو باش نلبيو احتياجات ديال المستهلكين، دونك خاصنا نقلبوا على طرق اخرى باش نخدموا السيارات في المستقبل. La quatrième question formule des hypothèses sur les solutions que peuvent apporter ce genre d'autoroute au Maroc. يعني غادي نقولوا فرضيات على الحلول اللي يمكن يقدمها هذا النوع ديال الطرق السريعه في المغرب. لي سوليوشن كو بوف ابورتي سو جونغ دو تور اوتو ماروك ديمينيي لو نومبر داكسيدون دو لا روت، غادي يقدر ينقص لنا ولا يقلل لنا من حوادث السير في الطرق. بيرميتغ دو غاني لو طون، غادي يمكننا اننا نوفروا الوقت. ايل كونستيتي اون سورس بروبر دينيرجي رونوفلابل، كتشكل لنا مصدر نظيف الطاقة المتجددة. ساتيسفير لي كونسوماتور اون سكي كونسيرن لو بترول، غادي يرضي لنا المستهلكين فيما يتعلق بالنفط ولو بري ديالو اللي هو طالع. تري بيان، غادي ندوزو لا روميدياسيون فلا ليكتور. لوبجيكتيف ديال لو كور هو سو روبيري دون ان تكست انفورماتيف، هو اننا نتموقعو في نص ذو طابع اعلامي و ريكونيتر ان تكست ا كاركتير انفورماتيف، اننا نتعرفو على نص ذو طابع اعلامي ولا معلوماتي. لو ديفي دو لا ليكتور، تحدي القراءه. بريفيريفو لير سور دو بون فيو بابي او ابريسييفو لو كوتي براتيك دو لا ليكتور اون فورما نيميريك؟ يعني واش كتفضلوا القراءه على ورق قديم جيد ولا كتستمتعوا براحه القراءه بتنسيق
رقمي، يعني في لي تابلت، في التليفون، اكسيتيرا. Peu importe de quel côté vous vous situez، يعني بغض النظر على الوسيلة اللي كتفضلوا، elle n'en demeure pas moins que la technologie peut assurément venir bonifier l'expérience de la lecture sur ces deux supports. يعني بغض النظر على الوسيلة اللي كنستخدمها، elle n'en demeure، تظل الحقيقة أن التكنولوجيا يمكن لها بالتأكيد تحسين تجربة ديال القراءة على هاد الوسيلتين بجوج. يعني تجربة القراءة مفيدة سواء كنا كنستعملوا لو سوبور نيميريك اللي هما لي تابلت لي تيليفون لي بي سي اكسيتيرا، ولا كنقراو سور بابي. يعني المهم هو أننا نقراو اون اوفرون دي زوتي بور لا فاسيليتي او بور لا بوسي بلو لوان، يعني من خلال تقديم أدوات لتسهيل القراءة ولا أننا ندفعوها إلى الأمام. Favorisons ainsi le développement des compétences en lecture. وبالتالي غادي نعزو حنايا التنمية ديال المهارات ديال القراءة ديالنا. Bien qu'auparavant, le livre est constitué le véhicule par excellence du savoir. يعني على الرغم من أن الكتاب كان في السابق وسيلة ديال المعرفة بامتياز، Internet a créé une véritable révolution dans l'univers de la lecture. يعني الانترنت دار ثوره حقيقيه في عالم ديال القراءه. دو تراديسيونيل فورما بابي اون باس على ليكتور فيرتوييل، يعني من القراءه على الورق اللي هي تقليديه اون باس دزنا القراءه الافتراضيه اللي هي حديثه. سيل سافير مانتونون بوسيبل d'acheter une quantité phénoménale de livres de toutes sortes. Si ça s'avère maintenant possible, il est ممكن الآن باش نشريو كمية هائلة من الكتب من جميع الأنواع. Plusieurs d'entre eux sont aussi disponibles gratuitement sur le web. يعني العديد من الكتب كنلقاوها مجانا بلا فلوس sur le web على الانترنت. Très bien. On passe directement les questions de compréhension. Que représentent les images? La lahdna soua, elles représentent des enfants qui sont en train de lire des livres. Katmtenna, atfal li tiqraw fi ktouba. La deuxième question, d'après les images, de quoi va-t-on parler à ton avis? Alach nqdrou nhdrou? Wach la mode, sport ou la lecture? On va parler de la lecture. La troisième question, d'où est tiré ce texte? رجعنا للتكست غادي نلقاوه مخدنا كارفور ايدوكاسيون اي دو ليكول برونشي. لا كاتريام كيسيون، كيس سون لي دو سوبور دو ليكتور سيتي دون لو تكست؟ شنو هما الوسيلتين بجوج ديال القراءه المذكوره لينا في النص؟ لي دو سوبور دو ليكتور سيتي دون لو تكست سون لو سوبور بابي و سوبور نيميريك، يعني هما الوسيله الرقميه والوسيله الورقيه. Je consolide mes acquis. La première question, comment la technologie peut-elle améliorer l'expérience de lecture sur ces deux supports? كيفاش كتمكننا التكنولوجيا من تحسين التجربة ديال القراءة على هاد الوسيلتين بجوج؟ En offrant des outils pour la faciliter ou pour la pousser plus loin, en favorisant ainsi le développement des compétences de en lecture. يعني كتقدم لنا أدوات اللي كتسهلها ولا كتدفعها أكثر، مما كيعزز لنا تنمية مهارات القراءة. La deuxième question, est-ce que l'Internet a révolutionné l'univers de la lecture? Comment? واش الإنترنت قالك أحدث ثورة في عالم القراءة وكيفاش؟ Oui, Internet a révolutionné l'univers de la lecture car on a passé de la lecture sur papier à la lecture virtuelle. قالوا لنا نعم الانترنت احدث ثوره في عالم القراءه، لاننا انتقلنا من القراءه الورقيه اللي هي القراءه على الورق الى القراءه الافتراضيه، كنقراو سور دي تابليت سور دي بي سي اكسيتيرا. لا ترويزيام كيسيون، لوكيل دي دو سوبور سيتي دون لو تيكست ايتيليز تو اي بوكوا؟ قالوا لنا من لو سوبور بجوج، من الوسيلتين بجوج، شنو هي اللي كتستعمل انت اولا كتفضل وعلاش؟ Pour moi, je préfère utiliser le support papier. كنفضل انني نستعمل الوسيله الورقيه، هي انني نهز كتاب ونقراه احسن ما انني نقراه سور انترنت ولا سور تليفون اكسيتيرا. علاش؟ car il facilite la concentration et la compréhension.
لأنه كيحسن ولا كيسهل التركيز والفهم. لو ليفغ اي بالبابل، يعني الكتاب هو ملموس كنلمسوه. الفي ابيل انو ديفيرون سونس، يعني كيروق هو الحواس ديالنا المختلفة. مثلا الكتاب كنلمسوه، لو توشي، لا دورا، كنشمو الريحة ديال الورق، لا مانيير دونت يلي غولييه، الطريقة اللي تم التجليد ديالو بها، لو بابيي اوتيليزي، الورق المستخدم. سولا في ابيل ا نو زيموسيون، يعني هادشي كيروق المشاعر ديالنا. اي نو في بيان بلو ريفي كو لو ديزاين دون ليزوز، يعني وهادشي كيخلينا نحلمو اكثر بكثير من اننا نقراو على قارئ الكتروني اللي هو تليفون، تابلت، بي سي، اكسيتيرا. La quatrième question, à ton avis, فالرأي ديالك, pourquoi est-il important de lire؟ علاش من المهم أننا نقرأ؟ Il est important de lire، يعني سواء قرينا في التليفون ولا سواء قرينا على الورق، يعني راه مهم جدا أننا نقرأ. علاش؟ Car la lecture nous permet d'acquérir du nouveau vocabulaire، لأن القراءة كتسمح لنا باكتساب مفردات جديدة، d'améliorer notre grammaire et notre orthographe، كتحسن لينا القواعد ديال اللغة، قواعد ديال اللغة وديال الاورتوغراف ديال النطق. دو بلوس la lecture développe l'imagination، زيادة على ذلك la lecture القراءة كتنمي l'imagination اللي هي الخيال. c'est un moyen de s'évader et de se détendre، وهي وسيلة للهروب والاسترخاء. Très bien. بهذا غادي نكونوا سالينا لا غوميدياسيون ديال اليوم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.